السلام عليكم. الكثير من مستخدمين أجهزة أبل بشكل عام، سواء كانت أيبادات أو أيفونات، خاصة الأجهزة القديمة التي لم ينزل لها تحديث مثل هذا. هذا كما تشاهدون التحديث قديم، هذا تحديثه 9.3.5، هذا آخر تحديث، لم ينزل بعد ذلك أي تحديث على هذا. هذا أيباد 2. طبعا سواء كان أيباد 2 أو أيفون 5 أو أيفون 6، الأجهزة القديمة بشكل عام التي لا يوجد لها تحديث، هذه فيها مشكلة، إنه دائما عندما نريد تنزيل برنامج فيها أو شيء، دعونا نرى ماذا يقول لنا إذا أردنا تنزيل برنامج. هذا جهاز قديم، مثلا نقوم بتنزيل أي برنامج، هذا مثلا البرنامج دائما يعطينا هذا البرنامج غير متوافق مع جهازك الايباد او الايفون او اي جهاز. ليش؟ لان البرنامج هذا نزل على الجهاز على اصدارات الجديدة، اخر التحديث في اجهزة الايفون او قبل الاخير. اما المشكلة هنا، هذا مثلا تيرمز، كلها تيجي كذا، أي برنامج أي برنامج نقوم بتنزيله يعطينا غير متوافق مع الأيباد. المشكلة هذه ليش؟ المشكلة هذه لأنه هذا البرنامج آخر تحديث يتناسب مع التحديثات الأخيرة في الأيفون. أما الجهاز الأيفون أو الأبل هذا اللي في يدنا أو الأيباد، فهي نسخته قديمة ولا يتطابق معه. والحل هذه المشكلة حلها سهل بسيط، في نسخ قديمة في البرامج هذه، كل النسخ هذه جديدة. كيف نجد النسخ القديمة للبرامج؟ البرامج هذه مثلا إذا كان لدينا حساب قديم، حسابنا قديم في جهاز الأبل أو في جهاز الأيفون، ولدينا برامج من قبل قمنا بتنزيلها ولا نستطيع تنزيلها الآن، كل ما علينا هو الذهاب إلى بيت شيت أو قائمة المشتريات، بعد ذلك نقوم بالبحث عن البرامج اللي نريد تنزيلها هنا في قائمة المشتريات أو التنزيلات السابقة. هنا نجد البرامج التي قمنا بتنزيلها من قبل موجودة هنا، فقط نقوم بتنزيلها. كما تشاهدون سوف أنزل الآن برنامج، مثلا هذا البرنامج، برنامج الترجمة. كما تشاهدون هذه الرسالة، هذه الرسالة تقول نفس الكلام، البرنامج غير متاح لهذا الجهاز، بس نستطيع إعطاك نسخة قديمة من نفس البرنامج، من برنامج الترجمة، متناسبة مع جهازك التحديث الموجود معك في نفس الجهاز. سوف نعمل دونالد، الآن سوف ينزل لنا آخر نسخة متوافقة مع الجهاز، مش آخر نسخة موجودة في السوق، إنما آخر نسخة متوافقة مع الجهاز. وهذه الطريقة، هذا حل بسيط لهذا الجهاز لهذه المشكلة. أما إذا كان البرنامج أو الشيء الذي نريده ليس موجود في قائمة المشتريات، فبإمكاننا تغيير الحساب هذا، إدخاله في جهاز حديث، ونقوم بتنزيل الحاجة التي نريدها. بعد ذلك سوف نجدها هنا في قائمة المشتريات،